واتهمت الخارجية الروسية الغرب بمحاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية الثانية، لافتة إلى أنها فشلت في تحقيق ذلك. ووفق الخارجية، لم ينخفض عدد المشاركين القادمين من الدول الأفريقية مقارنة بالقمة الأولى، كما أشارت إلى حضور نحو 20 من رؤساء الدول أو الحكومات والعديد من كبار المسؤولين الأفارقة للمشاركة في القمة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من سانت بطرسبرغ مراسلة الشرق ديالا الخليلي. ديالا، مرحبا بك معنا. ماذا لديك في التفاصيل؟ كيف تسير هذه القمة حتى الآن وهذا المنتدى الإنساني أيضا والاقتصادي حتى هذه اللحظات؟ نعم، أهلا سالي. يعني القمة والمنتدى منفصلان، حيث يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات ثنائية، وقبل قليل بدأ أو فطور عمل هكذا أسماه الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة الدول الإفريقية. نحن متواجدون في مكان المعارض، حيث إلى جانب الوفود الإفريقية تشارك أيضا المناطق أو الأقاليم الروسية والشركات. سالي، بدأت تخرج التصريحات حول أو الإعلانات عن الاتفاقات التي بدأت تبرم بين الشركات الروسية والحكومة الروسية والدول الإفريقية. قبل قليل كان هناك إعلان من شركة أفتافاس، هي الشركة الروسية لصناعة السيارات، وهي أعلنت أنها تخطط لاستئناف تجميع سيارات لادا الروسية في مصر. كذلك روسيا وزيمبابوي وقعتا على اتفاقية التعاون في استخدام سلمي للطاقة الذرية. أيضا من بين الاتفاقيات هناك اتفاق أيضا مع المغرب حول تحليل المياه. أيضا روسيا سالي تخطط هناك لتوقيع أكثر من 70 وثيقة في مجال التعليم، حيث يعني من ضمن هذه الوثائق الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين روسيا والقارة السمراء. كذلك كان هناك تصريحات من مسؤولين من الشركات الروسية للصناعة العسكرية، وهم أفادوا بأن هناك اهتمام كبير ليس فقط من دول الإفريقية والوفود والمشاركين، بل وأيضا من الجانب الوفود الروسية هنا. فهناك أيضا معروضات. كذلك كان هناك اتفاق بين شركة روس أبارون إكسبورت وجنوب إفريقيا لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة وإنتاجها على أراضي جنوب إفريقيا. بشكل عام يعني الأعمال والقمة متواصلة، وروسيا تؤكد، وقبل قليل أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار إلى زيادة في تطوير العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وروسيا تؤكد عزمها لمواصلة تطوير العلاقات بين روسيا. وسنتابع معك بالطبع كل هذه التطورات. شكرا لك ديالا الخليلي مراسلة الشرق من سانت بطرسبرغ، كنت معنا. خلال كلمته الافتتاحية في القمة، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو تبقى الشريك الموثوق تجاريا لدول أفريقيا. Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 году российский экспорт этой группы товаров составил 4,7 миллиарда долларов. В Африке успешно работают многие крупные российские компании. Ключевые сферы сотрудничества – энергетика, недропользование, сельское хозяйство. كما جدد الرئيس الروسي اتهامه للغرب بتهديد الأمن الغذائي العالمي من خلال عرقلة تصدير الحبوب.
страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной при участии секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке. Однако за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов.